يبدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرا حتى الآن على موقف بلاده الرافض لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. أردوغان الذي أعاد استعراض الدوافع ذاتها وراء موقفه هذا أبقى في الوقت نفسه على خطوط الدبلوماسية للتعامل مع الملف. فنلندا والسويد تدعمان بشكل واضح الجماعات الإرهابية التي تهدد تركيا انطلاقها من شمال العراق. قدمنا وثائق ومشاهد مصورة لإثبات ذلك. أرى تجاهلا من تلك الدول لهذه الحقائق. هم يطلبون منا الاتصال هاتفيا لبحث الملف، وعلينا ألا نقطع الدبلوماسية الهاتفية. دبلوماسية بعض قراءاتها تقول إن أنقرة تتطلع لمكاسب لا تقتصر على تغيير سياسة هيلسنكي وستوكهولم تجاه دعمهما لحزب العمال الكردستاني، بل تريد الاستفادة من أوراق في حوزتها لتحقيق منافع أخرى. حديث بايدن مع مسؤولين رفيعي المستوى من فنلندا والسويد عن أنه سيكون هناك حل مع أنقرة قريبا هو متعلق بالعقوبات الشديدة على تركيا بعد صفقة شرائها نظام الدفاع الجوي S-400. كما أن لدى تركيا صفقة مجمدة لشراء مقاتلات من طراز F-16 من الولايات المتحدة، وتريد تركيا تسهيل تلك الصفقة وتسريعها بما فيها إلغاء العقوبات وتمكينها من امتلاك منظومة الدفاع باتريوت. ولا يخلو الموقف التركي الرسمي من رسائل داخلية. المشكلة تركية أمريكية، وهذا ما بدأ واضحا من الزيارة يقوم بها حاليا وزير الخارجية التركي إلى واشنطن. أعتقد هي في إطار المساومات المقايدات ما بين الطرفين، سوف تظهر خلال الفترة المقبلة. أنقرة التي هي مقبلة على انتخابات رئاسية العام المقبل تريد أن تحقق إنجازات ومكاسب على صعيد S-400 يعني الخطوات التي أبرمتها واتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تكون لها انعكاسات على الداخل التركي وخاصة على شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتبدو أنقرة في موقف مريح بالنظر لما يتطلبه انضمام أي دولة إلى حلف الناتو من إجماع كل أعضائه دون استثناء. ويرى معنيون أن أبواب أنقرة المغلقة أمام طرقات مسؤولين سويديين وفنلنديين لها قد تفتح في الأيام المقبلة إذا ما تحركت قطع الشطرنج الموضوعة على الطاولة بينها وواشنطن. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، إسطنبول.